إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب. حل هداف الدوري الإيفواري وترى إبراهيم مهاجم فريق راسنينغ أبيدجان بمدينة الدار البيضاء قصد الخضوع للاختبارات التقنية قبل توقيعه عقد للانتقال لفريق الوداد الرياضي، وتلقى وترى دعوة من قبل الوداد الرياضي من أجل الخضوع لبعض الاختبارات التقنية بمركب بن جلون قبل التعاقد معه خلفا للمهاجم جونيور بولي سامبو الذي وضع في قائمة المغادرين. وتألق المهاجم وترى إبراهيم صاحب 20 عام بالدوري الإيفواري هذا الموسم على الرغم من انتقاله إليه شهر يناير الماضي، بحيث نجح في تسجيل 13 هدف وقدم 4 تمريرات حاسمة من أصل 13 مباراة فقط، بمعدل هدف في كل مباراة مع 4 تمريرات حاسمة إضافية، أي أنه ساهم في 17 هدف فقط في 13 مباراة هذا. وسبق لوتر إبراهيم أن خاض تجارب احترافية قصيرة رفقة لوزان ونوشاتل السويسريين. ويبحث الوداد الرياضي عن مهاجمين جدد لتعزيز هجومه في الموسم القادم، حيث يتفاوض مع عدد من المهاجمين على غرار أيوب الكعبي ويوسف العربي والنجم الأخير إبراهيم وترى. يشار إلى أن فريق الوداد الرياضي فشل في الحفاظ على لقبي البطولة ودوري الأبطال باحتلالها المركز الثاني وطنيا وقاريا، تجدر الإشارة إلى أن البطولتين الذي احتل فيهم الفريق الأحمر المركز الثاني تمكن من الفوز بهما الموسم الماضي. إذا كنت تريد التوصل بجميع أخبار ومستجدات الوداد، تابع قلعة الوداد على اليوتيوب.